اللي بغزة بينفع يهاجر اللي بغزة. نزار، بالنسبة لموضوع الهجرة، إذا كانت مثلا الإكسبرس إنتري أو مستثمر أي مكان، أي من أي دولة يقدر واحد يسافر فيها، ما فيش عليها زي ما تقول حظر إنه تكون لدولة معينة فقط، لا. وضع اليمني في تقديم اللجوء من الداخل أسهل من أول بعد العريضة ولا نفسه؟ من الداخل. علي سلامة، وضع اليمني في تقديم اللجوء من الداخل أسهل من أول بعد العريضة ولا نفسه؟ طبعا لحد الآن أخي علي، إلى الآن ما قد فيش رد على العريضة بالخالص، وعودة البرنامج ما فيش أي رد منها بالخالص، يمكن مع اللوك داون والمأزق اللي هم فيها الآن، فمهتمين بأشياء ثانية أهم. ولكنه ما زرنا، يعني طبعا العريضة هي على أساس أنها تناقش في البرلمان في الجلسة من جلسات الذي من أكتوبر لحد الآن، بس ما قد سمعناش أي خبر لحد الآن، منتظرين. وزي ما قلنا لكم، تشتركوا في القناة وضغطوا على زر الجرس، وإن شاء الله بيوصلكم إشعار إذا في فيديو جديد. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.